سمح هذا المجلس باتخاذ جملة من القرارات تنطوي على أربعة محاور. المحور الأول فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية، ضرورة الالتزام بتسليم هذه المنشآت في أقرب الأجل الممكنة. تعلمون مدينة وهران تعززت بحظيرة من المنشآت الرياضية النوعية التي تؤهل وهران لكي تكون قطب امتياز رياضي على المستوى المتوسط. ألححنا على ضرورة استلام هذه المنشآت لاختبارها على الأقل سنة قبل الحدث. كما سجلنا ضرورة إشراك هيئة التنظيم في كل الخراجات الميدانية لمعاينة وتفقد هذه المنشآت، وخاصة ضمان مطابقتها للمعايير التقنية الدولية. من حيث التنظيم العام كمحور ثاني، أكدنا على ضرورة تسريع عملية إعداد مختلف دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمات ونشرها في الوقت المناسب. كما أكدت على نقطة مهمة جدا، هي ضرورة تعزيز هيئة التنظيم بالموارد البشرية مع إعطاء الأولوية لكفاءات أبناء وبنات ولاية وهران. ضرورة تنويع مصادر تمويل لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية باللجوء إلى الرعاية المالية من مؤسسات عمومية وخاصة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.